سيكون معنا من الأرجنتين السيد توبياس بليغرانو الباحث في العلاقات الدولية والمختص بالشؤون الصينية. سيدي، هل لك أن تفسر لي كيف تنفي الصين أي علم بزيارة بلينكين وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية ذلك؟ شكرا جزيلا في البداية على دعوتي للتحدث إلى القاهرة الإخبارية. في البداية، من المدهش أن هذه الزيارة تم تأجيلها من قبل من جانب وزارة الخارجية الأمريكية بسبب حادث المنطاد من جانب الولايات المتحدة. وكما ذكرتم، فإن الوزير بلينكين من المخطط له أن يتقابل مع نظيره وزير الخارجية الصيني والرئيس الصيني، وهناك بعض الشواغل بشأن هذه العلاقات التي تتنامى بين الصين وكوبا والتي تم مراقبتها عن كثب من جانب أمريكا بسبب المخاوف الأمنية. الصين تحاول بناء مؤسسة في كوبا وقاعدة، وأمريكا لديها بعض الشواغل في هذا الشأن بشأن هذه القاعدة الكوبية، حيث أنها تخشى أن تكون الهدف الأساسي منها هو التجسس على الولايات المتحدة واعتراض الإشارات والاتصالات الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الكوبي السيد كارلو رفض وأنكر هذا القول بأن هناك أي قاعدة صينية في كوبا يجاري إنشاؤها، ولا يوجد أي أساس إلى هذا، وأن هذه معلومات مضللة من جانب الولايات المتحدة لتبرير ما يقومون به على مدار السنوات الماضية. تفسيري الشخصي لهذا الأمر أن الصين تحاول زيادة الحدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على مدار زمن طويل. الصين منفتحة تخطط أيضا لغزو تايوان، فأيضا هناك الكثير من التوترات بشأن هذه العلاقات بين أمريكا والصين. نعم سيدي، أنت المتخصص في الشأن الصيني وتعلم أن الولايات المتحدة هي التي تقول بأن الصين تنوي الاستيلاء على تايوان، أما الصين فتنفي ذلك. لماذا تبنيت الرواية الأمريكية؟ ما هي دلائلك بأن الرواية الأمريكية هي الأصح؟ الصين تنكر هذه المعلومات بالطبع، والصين ربما أيضا تنكر هذه الادعاءات، ولكن هناك نوايا حقيقية، وهناك بعض التدريبات العسكرية في بعض الأجزاء من البلاد لدعم وكافة التدريبات العسكرية بوضع سيناريو بالهجوم على تايوان وغزوها. وكذلك رأينا بعض الطائرات التي تطير بالقرب من المجال الجوي التايواني، وربما نرى أيضا تصريحات التي تنكر هذه المعلومات. ولكن رأينا كما ذكرت من قبل فيما يتعلق بمصلحة الصين وعملياتها، فإن هناك كثير من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. نعم، تتذكر حادث المنطاد الذي ألغى زيارة لبلينكين إلى الصين، والآن تحدث الرئيس جو بايدن بأن هذه الوحدة أو هذه المحطة للتجسس التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في كوبا قال أنها لا تنتمي إلى إدارته وإنما في إدارة سابقة. في تقييمك، لماذا تخرج هذه الأنباء المعطلة للتواصل بين الدولتين قبل أي زيارة اتصالا بحادث المنطاد وحادث هذه المحطة المرتبطة بالتجسس في كوبا التابعة للصين؟ حسنا، في هذا الشأن أنا على قناعة أن الصين تحاول الضغط على الولايات المتحدة، مما وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوترات في العلاقات. وهذه المعلومات التي انتشرت بشأن القاعدة التجسس في كوبا، الصين ترى أنه سياق يمكن أن تضغط به على الولايات المتحدة، وأيضا له صلة بالغزو الروسي ضد أوكرانيا.
حيث أنه فتح المجال لبعض القوى مثل الصين وروسيا وعدد من الدول الأخرى لتسعى إلى ممارسة الضغط ضد الولايات المتحدة، وهم لديهم القدرة على الضغط على السلطات والحكومة الأمريكية بسيناريوهات مختلفة، حيث رأينا حادث المنطاد والتوترات بسبب تايوان وأيضا غزو أوكرانيا من قبل روسيا، وهناك الكثير من السيناريوهات المحتملة. ويرى الولايات المتحدة والصين يرون أنهم بإمكانهم الضغط على بعضهم البعض من خلال زيادة التوترات في العلاقات. من الأرجنتين بيونس آيرس السيد توبياس بيلغرانو الباحث في العلاقات الدولية والمختص بالشأن الصيني، شكل لك تلبية الدعوة.